الحمد لله رب العالمين الاول على المكسب. النهارده مفيش توفيق نمره واحد، مفيش توفيق، في توتر. انت عارف انت بتلعب على الاول. فريق سموحه امبارح كسبانه جزيره، عايز يحسن مركزه وياخد ميداليه. لعبوا يعني بدون ضغط، بدون بريشر، توفقوا جدا، جابوا فينا حوالي 10 3 بوينت، ده رقم كبير. سموحه من الفرق اللي مش عندها نسب في التري بوينت عاليه، هي فرقه سريعه اكتر، هم توفقوا قوي. في المقابل بقى احنا مفيش توفيق نهائيا. النهارده هلا مصطفى تعبت غصب عني، ما ريحتهاش كتير، فكان الاجهاد باين عليها وتعبانه، بحييها ولاعيبه فعلا راجل، لكن لما تعبت في الاخر جلت، يعني عمرها ما جلت فول شوتنج كده، مجليه 6 فول شوتنج، عمرها ما جلت لعب لوحديها، ده مش حاجه طبيعيه، كان الجيم ممكن يخلص بدري، لكن عدم التوفيق والتعب واحساس اللعيبه ان كمان ريم موسى اتصابت في المباراه، احنا حاسين الدرجه كان عندها امتحان جاي على الكوره، ما لعبتش، يعني المفروض كانت جاهزه تلعب، يعني هي انت عارف كل العوامل مره واحده جت في الاخر، لكن انا كان عندي ثقه فيهم ان هم في الكريتيكال تايم يتصرفوا كويس، الحمد لله احنا اتصرفنا في الكريتيكال تايم كويس. الدوره دي احنا مش كاملين خالص، عندنا اهم لعيبه، عندنا نوره مصابه في ركبتها فمأثره علينا جامد جدا جدا، بس في ماتش امبارح الحمد لله حاولنا ان احنا نعوض غيابها ده وادينا بشكل كويس قوي. النهارده يعني كان الماتش في الاول كان فارق، وبعد كده فضل ماشي ايكوال جيم، يعني الحمد لله ان احنا وصلنا للثري بوينتس دول. يعني احنا لاعبين خمس ماتشات في اسكندريه كله ضرب 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 ضرب، وجينا هنا ما ريحناش خالص غير يومين، والماتشات كلها بصراحه قويه، كل الماتشات قريبه من بعض، وطبعا من جوانا عايزين نعمل احسن حاجه عندنا، فبننزل يعني متنشنين شويه، عايزين نكسب من الاول، والحمد لله ربنا كرمنا النهارده. الحمد لله النهارده كان ماتش مهم، ده طبعا بيودينا خطوه قدام للدوري، الحمد لله احنا متصدرين الدوري بفرق كويس. ماتش النهارده طبعا احنا ماشيين ماتش بماتشو، فكان لازم علشان احنا نفضل طالعين لقدام نكسب النهارده، والحمد لله ربنا وفقنا. كان ماتش صعب واصابات كتيره وكل حاجه، بس الحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا في الاخر. شاركت في كل الماتشات اللي كانت في دوري المجمع في اسكندريه، بس عندي سبرين انكل، ولما نزلت التمرين جالي شد في العضله الضمه، فعشان كده مريحه، وان شاء الله لا ان شاء الله هشارك البطوله دي كمان، بس اول لما الدكتور تقول لي ان انا المفروض انزل خلاص. هو طبعا ان انا مع الفيرست تيم طبعا، دي حاجه طبعا كنت اتمنى ان انا اكون معاهم طبعا، ولما كابتن هيب كلمني عشان اجي مع الفيرست تيم طبعا ما اتاخرتش، يعني دي حاجه طبعا بسطاني جدا ان انا معاهم. طبعا انا لسه واخدين الجمهوريه من اسبوع، ف دي حاجه طبعا كويسه قوي. انا نزلت في اخر 3 دقايق في الكوارتر الثالث، وعملت ديفنس، عملت ديفنس كويس، بس جبت باسكت واحد، واخر باسكت لما جانا 3-5 فاول، انا نزلت مكانها في اخر 40 ثانيه، وجات لي شوطه شطها، دي بس اللي خلتنا يعني فرق باسكت لينا.